لضيف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي يبدأ اليوم زيارة رسمية للمملكة المغربية بدعوة كريمة من جلالة الملك حفظه الله تستغرق يومين. زيارة رسمية الأولى من نوعها يقوم بها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبلادنا منذ تسلم سموه مقاليد الحكم بدولة قطر الشقيقة في يونيو الماضي. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولى رشيد وضيفه الكبير صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. كانت هذه تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين القطري والمغربي، وقد أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في زيارة رسمية لبلادنا بدعوة كريمة من جلالة الملك حفظه الله. جلالة الملك نصره الله وسمو أمير دولة قطر استعرضان تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية. زيارة رسمية تكتسي أهمية خاصة لمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات السياسية الاقتصادية والتجارية والثقافية بين المغرب وقطر، وتعطيها دفعة قوية تستثمر الرصيد التاريخي
والعمق الاستراتيجي لهذه العلاقات في مختلف المجالات. يتقدم للسلام على أمير دولة قطر والترحيب بمقدم سموه رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة والمندوب السامي للتخطيط والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الرئيس الأول لمحكمة النقد والوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة النقد، ورئيس المجلس الدستوري، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ومدير الكتابة الخاصة لصاحب الجلالة، والناطق الرسمي باسم القصر الملكي مؤرخ المملكة، والحاجب الملكي، ومدير البلاط الملكي، والمكلفون بمهمة بالديوان الملكي. زيارة رسمية يبدأها أمير دولة قطر لبلادنا، ستتميز بالمباحثات الرسمية التي سيجريها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مع ضيفه الكبير صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويترأس جلالته وصاحب السمو أمير دولة قطر مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، مما سيضع لبنات جديدة وركائز صلبة لتطوير والارتقاء بمستوى علاقات ثنائية شهدت في السنوات الأخيرة مدا تصاعديا بفضل الحرص الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تطوير علاقات المغرب مع قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي ارتكازا على شراكة استراتيجية تدعم التعاون بين الجانبين في عدد من الميادين. عميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة ببلادنا يتقدمون للسلام على أمير دولة قطر. تعاون ثنائي بين المغرب وقطر شهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل اهتمام ورعاية قيادتي البلدين، وهو التعاون الذي عرف انعطافة إيجابية قوية خلال الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك حفظه الله إلى قطر في شهر أكتوبر من السنة الماضية في إطار جولة قادت جلالته إلى عدد من بلدان الخليج العربي والأردن. ويتقدم للسلام على أمير دولة قطر كبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ووالي جهة مراكش تنسفة الحوز، والهيئات المنتخبة والسلطات المحلية. توالي الزيارات بين قيادتي البلدين الشقيقين، الزيارة الرسمية اليوم لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمغرب، وزيارة صاحب الجلالة نصره الله لقطر في أكتوبر من سنة 2012، وقبلها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للمغرب في نوفمبر 2011. فالعلاقات القطرية المغربية أخذت منحا تصاعديا يبشر بكل الخير للبلدين والشعبين الشقيقين من أجل إرساء هياكل التعاون الثنائي المثمر. ويتقدم للسلام على جلالة الملك حفظه الله أعضاء الوفد الرسمي المرافق
لأمير دولة قطر، والذي يضم الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني والشيخ محمد بن حمد بن خليفة الثاني والدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية والسيد علي شريف العمادي وزير المالية والسيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة والشيخ أحمد بن جاسم بن محمد الثاني وزير الاقتصاد والتجارة والدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني مدير مكتب سمو الأمير والسيد علي بن فهد الهاجري سكرتير سمو الأمير للشؤون السياسية والسيد أحمد محمد السيد رئيس جهاز قطر للاستثمار والسيد محمد بن ناصر بن فهد الهاجري مدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري والسيد عبد الله بن فلاح الدوسري سفير دولة قطر بالمملكة المغربية. كما تقدم للسلام على سمو أمير دولة قطر بعثة الشرف والتي تضم على الخصوص السيد محمد حصاد وزير الداخلية رئيس بعثة الشرف والسيد مكي جوان سفير صاحب الجلالة المعتمد بالدوحة.